6/4/2019 احتجاجات من الاهالي بسبب التردد الامني في دير الزور الريف الغربي بلده الصعوه. عصابات تقوم بالتهجم على رؤوس الأموال وإطلاق النار عليهم. المجلس الموجود في ناحية الخلف لهم عاملين صح ولهم عاملين مصاري ولهم عاملين عشرة خبز ولهم عاملين أمان. كل شيء مرفوض هاي بقى. كل شيء عندهم روح عليهم بس يبيعوا لنا حكي. لا كهرباء لا طريق لا أكل لا شرب لا صحة. تروح على المستشفى الواحد طيب يرجع مرضان يبرد ثلاث سنين ما فيه. قاعد يعالجونا بأبر بالدهية والليث. لذلك الناشد المسؤولين وكل إنسان على الضمير وحي أهل الديمقراطية. كل إنسان يسولف بالديمقراطية. الديمقراطية حرية الشعوب وهي أوصل العالم للقمر. الحرية مو اضطهاد. لذلك النظام عندنا هنا الديمقراطية المجلس غير تصع هنا بكثرة مقصر بحق الشعب. ما في ولا شغلة للشعب. الشعب هنا جوعان. ما في المازوت. المازوت 130 على اساس ايش 130؟ البترول عندنا يبيعون 130 ليش؟ وين الديمقراطي؟ مشان ايش؟ طلحتك ابي تفرقه طلحتك ب 55 وعندنا هنا 130 على اي اساس؟ ممكن ممكن الديمقراطي؟ احنا بالنسبه لنا نناشدكم يا ديمقراطيين باسم الديمقراطيه باسم الشهداء اللي قاتلوا. احنا قريتنا قدمت 11 واحد قدمت 11 واحد من الشهداء بالباقوس وما حصلهم لا اهل الشهداء ولا العاديين من هذا الديمقراطية. لا وظائف ولا رواتب ولا مصروف ولا عناية صحية ولا عناية تعليم ولا راح دمهم هباء منثورا. باسم الشهداء اناشد جميع الناس من جميع المحافظات الديمقراطيين ان يحافظوا على الديمقراطية واحيي كل الديمقراطيين في المنطقة الشمالية شرق الفرات وجزاكم الله خير.